اولا كنشكروا وزاره الصحه والسيد وزير الصحه على التجاوب ديالو معنا، كنشكروا المجلس الوطني للصحافه اللي خدا هذه المبادره الرائده. هذا بالحقيقه واحد اللحظه صعبه كنعيشوها في البلاد، فلذلك كل المواطنين يدعوين الى الاحتياط واحترام التدابير الاحترازيه، التباعد الاجتماعي، الكمامه، النظافه، التعقيم، خصوصا في مؤسسات الشغل، الوحدات الانتاجيه، في الاداره العموميه، في كل هذه المواقع لابد من احترام التدابير الاحترازيه، لانه هذا واحد العدو يتجول بيننا ويرانا ونحن لا نراه، وبالتالي لابد من الاحتياط، كافه التدابير الاحتياطيه. هذه التدابير الاحتياطيه المتشدده المتخذه هي في صالح المواطن، في صالح الناس بصفه عامه. في السلام عليكم. بادئ ببدء كنشكروا جميع الاخوان والاخوات، على خاصه وزاره الصحه واداره الرساله اللي قامت بهذه البادره الطيبه من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى الجريده ولا على مستوى الرساله. الشكر موصول لجميع الاخوان هنا اللي في الاداره على جريدتي العالم والاوبينيون على الاستعداد ديالهم وعلى المساعده ديالهم في هذه الحمله من اجل حد من انتشار فيروس كورونا على مستوى الاداره، الرباط، وكذلك على المغرب. شكرا. بالنسبه لهاد التيست يعني جدادين واول مره كيداروا سورتو في الانف ولا الحلق، فالانسان اللي شويه حساس ما غاديش يقدر يديرهم، ولكن كاينين الاخوان اللي ما لقاوش صعوبات يعني انهم داروهم باريحيه. دونك انا بالنسبه لي غير كان عندي تخوف، خصوصا ان كل اللي كيخرج كيقول لك الحريق عندي في نيفي، عندي هنا، عندي نتي، يعني هي مساله عاديه الا بغينا ناخذها، يعني ما كتبقى على جروح ولا حتى شي حاجه، فالحمد لله. وكنتمنوا ان هذا الوباء يترفع على البلاد وترفع على الدنيا كلها، ونطلب الله السلامه لنا جميعا. عاديه جدا الحمد لله. بس هي البون انيسياتيف اللي خذتها الشركه، و نتمنى والله كاع الشركات يديروا لا ميم شوز. العمليه تمت بنجاح بدون الام، والفضل تيرجع لها الطاقه الطبي والاداره ديالنا الحمد لله اللي جاتنا هذا الفحص هذا من اجل الخلو ديالنا من كورونا. الحمد لله مزيانه، يعني مزيانه الانسان ما خصوش يكون خايف ويكون مرخي راسو وما يتوترش، وكلشي كيدوز بخير على خير. ولكن لا بصح، لا زعما مبادره مزيانه وتا بوغ لا سونتي ديال الواحد راه سي بيان في الحقيقه. شكرا للجريده وشكرا بزاف للناس اللي كيخدموا، والله يعاونكم. ميرسي بوكو. ضروري تحليله، ضروري كذا، خاص ضروري الانسان يدير التحليله ديالو باش يكون يعني ديما واقي نفسه والجميع ان شاء الله والخير لبلادنا. هذه بادره طيبه مؤسسه الرساله ومن المجلس الوطني للصحافة ومن وزارة الصحة، يعني سي اون اوبورتينيتي اللي جاو عندنا حتى لهنا وداروا لنا التحليلة، يعني وفروا علينا واحد تقريبا واحد 600 درهم ديال الفلوس، وهذه يعني هذه بادرة طيبة جدا، ونتمنى انها تعمم في الشركات كلها. إذا حنا كنا كنتمناو هذه الخطوة هذه أنها تجي، لأن فيها واحد الإجراء اللي هو وقائي وكيضمن الصحة والسلامة لينا حنا كطاقم كامل والأسر ديالنا، وهو إجراء وطني 100% كما دعا إليه جلالة الملك. شكرا لك. مزيان صراحة، هي كضر شوية كتبكي. انا ما بكيتش والله، انا بكينا اليوم. معلومه ننصح بها باش الانسان يحيد الشك باش يبقى مرتاح، باش اللي كان شي حاجه يتاخذوا زعما لما الانسان يداوي راسو على غير شويه ديال بحال الران، ولكن ما قدرتش نستحمل. ما كضرش غير كتهر وكتهبط الدماء. شكرا لجريدتنا انها قامت بهذه المبادره، حنا ما خلصنا حتى شي حاجه. شكرا للمدير ديالنا، شكرا للاداره ديالنا، شكرا للسي نزار بركه اللي وقايم بهذا الشيء كامل. شكرا بزاف لكم، شكرا لك هشام. مزيانه اخويا مزيانه، المهمه لاي واحد خصو يديرها.
شي غير على انه فيه ولا ما فيه خاص كل شيء يديرها باش يعرف راسو. على ود كاينين دي بورتور سان اللي تيعاديو ولكن هما ما عارفينش راسهم انهم راه فيهم، دونك سي اوبليغاتوار ان الواحد يدير التكليف. كانت سهلة جدا، قد أخذت عينة من الأنف وبعد الحلقة. أنا لا أعرف بالضبط تفاصيل هذه العملية الطبية لأن لها متخصصون أكثر مني، ولكن أتمنى التوفيق للجميع وصحة جيدة. في الحقيقة مبادرة طيبة من شركة الرسالة، لأن غادي نشوفوا راسنا واش كاين داك لو مرض، بويسكو حنا كنتخالطوا مع الناس ترونسبور كنخرجوا كندخلوا، يعني مبادرة زوينة من جهة شركة الرسالة، كنشكرهم بزاف. السلام عليكم. هذه مبادرة مزيانة في الحقيقة بالنسبة لشركة الرسالة، باش الواحد كيشوف فهمتي وما كياخذ الاحتياط ديالو كيدير هادشي اللي كان. واش الخط صعيبة شوية ولكن هي شوية صعيبة ولكن مفيدة الصراحة، اللي تشوف مفيدة لينا بزاف، وهي صعيبة شوية في الصراحة ديال اللي صعيبة ديال الفم ما حسيتش بها بزاف. وكنشكر الطاقم وكنشكر المدير ديالنا على هاد الاستضافة، شكرا بزاف. Oui, donc je remercie notre établissement pour cette initiative. Je remercie aussi le ministère de la Santé. Ben voilà, merci. هاد الاخذ عينه مزيانه، مبادره مزيانه من عند شركه الرساله. هو مزيان باش نعرفوا راسنا حيت حنايا مخالطين عباد الله بزاف، نعرفوا راسنا شنو فينا وهذا مكان. والحمد لله ماشي شي حاجه صعيبه، اجراء سهل واجب خصنا نديروه صافي بو بروتيجي لي كوليك ديالنا ونطمئنوا على البيئه فاش كنخدموا. Franchement, c'était pas mal du tout. Ça ne m'a pas fait mal, sauf, enfin, j'ai eu un peu de nausée, mais ça va, ça passe rapidement. غتمشي مع هاد الوطني للصحة اللي فيه المختبر اللي كيتكلف بهاد التحاليل اللي كيديرهم على الصعيد الوطني. هي غير باش توجد خصها 4 سوايع وعاد باش ندخلوها في السيستم وعاد نخرج، المهم 24 ساعة إن شاء الله ويكونوا النتيجة عندكم.